لو عندي فرصة أرجع أبدأ بالاستثمار من أول وجديد، حبدأ بمدينة الشارقة، مدينة واعدة جدا بالاستثمارات اللي موجودة فيها. وزي بالعادة بأي مشاريع في كثير ناس بتستغل الفرصة وفي كثير ناس بتضيع عليها الفرصة. أنا حابب أستغل هالفرصة وأعمل عوائد أعلى على استثمارات العقارية خصوصا بمدينة الشارقة. خليني أفرجيكم كيف. أول شيء حابب أبدأ بالفيديو إنه نتكلم عن دبي. دبي ابتدأت بمشاريع عقارية من تقريبا أكثر من 20 سنة، وبلشوا بدبي مارينا، كان هذا واحد من أول المشاريع، وكان في كمان جنبه مشروع الجرينز. طبعا بهذيك الايام كان ما حدش مسترجي يستثمر بالمشاريع هاي، لانه بتوقعوا اول شيء انه كانت بعيده فعليا عن السنتر تبع المدينه. بالواقع هن كانوا غلطانين، لانه هالمشاريع صارت هي واحده من اهم المشاريع بالاماره، وكانت صارت هي سنتر. وبعدين احنا شفنا السوق العقاري كيف تطور بدبي، مشاريع مختلفه، ناطحات سحاب، اطول برج، اكبر مول، فكل هالمشاريع كانت صارت بدبي. غير هيك صار في بزنس كتير كبير للوساطة العقارية، بزنس كتير كبير بالشراء وإعادة البيع وحتى تأجير للمستثمرين، وعملوا عوائد ممتازة جدا. بس هذا الحكي تقريبا له 20 سنة بدبي. المنطقة اللي فينا نحن نستثمر فيها هي الشارقة. الشارقة مدينة ملاصقة لدبي، فيها أهم الجامعات الموجودة بدولة الإمارات زي الجامعة الأمريكية وجامعة الشارقة، زائد إنه البنية التحتية اللي فيها ممتازة وإطلالتها بالكامل على البحر كوننا نحن موجودين على البحر. هلأ مدينة الشارقة بعض المشاريع اللي فيها جديدة واعدة جدا، وفي عدد سكان جدا كبير حابين إنهم يسكنوا ويعيشوا بالشارقة، والطلب فعليا هو زاد بالشارقة لما تغير القانون وصار مسموح التملك الحر لكل الجنسيات، فبها صار في طلب أعلى وارتفعت أسعار العقارات. هلا في عندنا مشاريع زي مثلا مشروع جزيره مريم اللي موجود على البحر، وفي عندنا مشاريع الفيلل اللي هي ممتازه جدا في مدينه الشارقه زي مشروع مسار وحيان، واحد من افضل المشاريع للي حابب يستثمر واللي استثمر فيهم بالمراحل الاولى صار عامل عوائد ممتازه جدا بالفتره اللي فاتت. وتقريبا المشاريع اللي عم بتكون بالشارقه هي قريبه كثير او مستوحاه من المشاريع اللي عم بتكون بدبي، فعم بتكون اكثر كمجمع او كوميونتي، فيها محلات، فيها مدارس، فيها كمان مستشفيات أو عيادات طبية، فيها مكان كمان للعائلة زي حدائق، زي مسابح وإلى آخره. طبعاً أماكنها موجودة بأماكن استراتيجية بالمدينة، ومدينة الشارقة مدينة كبيرة، فممكن أنه يكون المشاريع بمختلف الأماكن وممتدة على كل المدينة. حالياً مدينة الشارقة زي ما قلت أول شيء هي ملاصقة لدبي، وحيصير فيها طفرة عقارية كمان زي اللي صارت بدبي يمكن على سكيل أقل. ففي عنا مشاريع مثلا مثل مشروع الجادة اللي هو بيشبه كثير مشروع دبي هيلز ستيت، لو رايز بيلدينج، فيه كوميرشال، فيه ريزيدنشال، فيه مول، وكمان موقعه ممتاز جدا جوا المدينة. وزي ما قلت عن مشاريع الفيلل اللي هي كمان تشبه كثير مشاريع الفيلل بدبي. وطبعا الاستثمار العقاري هو مش استثمار قصير الأجل، هو استثمار طويل الأجل، يعني نحن عم نحكي 7 سنين ل10 سنين، ودائما الأسعار خلال 7 ل10 سنين بتختلف اختلاف كامل، وكمان بيكون في عندك عوائد غير العوائد الارتفاع بالاسعار، حيكون في عندك عوائد الايجاريه اللي حابب يستثمر طبعا، ففي عوائد استثماريه مهمه جدا وهي بتضيف لدخلك العقاري، فالعقار هو جزء من انواع الاستثمار اللي بيضر للدخل، يا اما بحافظ لك على راس المال بنفس الوقت بيجيب لك دخل على استثمارك. طبعا انت حابين تعرفوا تفاصيل اكثر عن المشاريع وين في فرص استثماريه وشو انسب شيء للاستثمار تبعكم، ممكن تتواصلوا معي أو ممكن تشوفوني كمان تعملوا سبسكرايب ولايك لهالفيديوز عشان يضلوا المحتوى العقاري تبعي يطلع لكم. كان معكم بسام سعد الدين مستشار عقاري في الإمارات.